الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر وسهل وبارك وأعان. اليوم موضوعنا موضوع عظيم، وكل موضوعات القرآن عظيمة، ألا وهو عن سورة المنافقين. أسأل الله التوفيق والتيسير والإعانة. والآن مع سماع قراءة هذه السورة سماعا وحضور قلب واتعاظ وتذكر، جنب الله وإياكم طريق المنافقين والمنافقات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه السورة أيها الأخوة مع قصر آياتها فهي 11 آية بالمكي والمدني، ومع ذلك فقد حوت من الدلالات والمعاني أمرا عظيما. الحديث عن المنافقين أحبتي ليس حديثا عن أناس مضوا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو أيضا يتعلق بالنسبة لآثار هذا الأمر بالمنافقين فقط،
فإن المنافقين أولا موجودون في كل عصر ومصر، وهم اليوم مع إقبال العالم على هذا الدين وبالذات إقبال المسلمين على الاستقامة، فأصبحوا رقما مؤثرا في أحداث العالم عبر وسائل عدة، وأصبحوا رقما صعبا أمام كيد الأعداء من الغرب والشرق. وما ثبات المجاهدين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وباكستان إلا من الأدلة على ما يزعج الغرب والشرق، اليهود والنصارى، المجوس والمشركين. والمنافقون على مر التاريخ من أعوان الكفار على اختلاف مللهم، يهود ونصارى ومجوس ومشركين. المنافقون يكونون في داخل الصف، في داخل الصف المسلم، والأعداء من اليهود والنصارى والكفار والمشركين، وكلهم كفار على كل حال، من الخارج. وعداوة من في الداخل أشد ممن في الخارج، لأن الذي في الخارج عداوته ظاهرة ومعروفة، ولكن الذي في الداخل خطره أعظم، لأنه يصلي مع المسلمين ويصوم معهم، وربما أيضا يشارك في جهادهم كما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت هذه الآية: هم العدو فاحذرهم، أي كأنه لا عدو إلا هم، كما سيأتي بإذن الله بيانه في حينه. ثم أيضا إن الحديث عن المنافقين يجعلنا ننتبه إلى معنى دقيق جدا انتبه له الصحابة رضوان الله عليهم، ألا وهو الخوف من النفاق. فأولاه القرآن عناية عظمى وكذلك السنة. فإذا كان كبار الصحابة خافوا من النفاق، فما بالك بمن هو دونه؟ إذا كان عمر، ومن هو عمر رضي الله عنه الذي يهرب منه الشيطان المبشر بالجنة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ومع ذلك يسأل حذيفة سؤال الصادق: هل عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يقول ابن أبي مليكة وهو من التابعين: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. إذا كان الأمر كذلك، فإذا نحن كيف نكون؟ ويقول الحسن البصري رحمه الله، الذي قيل إن كلامه يشبه كلام النبوة، كلمات تجدها موجزة وقوية ولها دلالات وآثار، يقول: النفاق لا يخاف إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. وهذا يجعلنا ونحن اليوم نتحدث عن المنافقين نتأمل: هل نحن فعلا نخاف من النفاق أو لا؟ النفاق أحبتي هو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، وهو نوعان: النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، كما كان يفعل المنافقون وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تنزل بهم الآيات، كعبد الله بن أبي وأصحابه. فهؤلاء كانوا يبطنون الكفر، بل أشد الكفر، أشد من كفر اليهود والنصارى، ويظهرون الإسلام. هذا كفر أو هذا نفاق مخرج من الملة، يسميه العلماء حسب التقسيم الاصطلاحي النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي، أنسأل الله السلامة والعافية، من منا يسلم منه،
هو من اتصف ببعض صفات المنافقين، ولم يكن منافقا اعتقادا، أي لم يكن نفاقه نفاقا اعتقادا، كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. لاحظوا أيها الأخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع، مع أننا الآن أو بعد قليل سنذكر أكثر من 30 صفة من صفات المنافق، فقط من توفرت فيه هذه الأربع فهو منافق خالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن، أي صفة كانت فيه خلة من نفاق. رواه مسلم. فهذا نفاق عملي يسميه العلماء النفاق العملي، وهو لا يخرج من الإسلام، وقل أن يسلم منه إلا من سلمه الله، جعلنا وإياكم منهم. والتنبيه المهم في هذا الحديث أن النفاق العملي هو الطريق إلى النفاق الاعتقادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آية المنافق أو أربع من كنا فيه، يعني المنافق أربع، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة النفاق، إذن واحدة وثانية وثالثة وأربع، ثم يصبح منافقا اعتقاديا والعياذ بالله إذا صاحب ذلك كفر الباطن. ولذلك سورة المنافقين فيها 12 صفة من صفات المنافقين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة، أولا لتنبيه كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله تعالى كل أسبوع، يذكرون بذلك، وأيضا أن يقرع أسماع الناس أسماع المؤمنين التحذير من المنافقين في كل جمعة، لأن الله قال: هم العدو فاحذرهم. وفيها أيضا وهي تقرأ في كل جمعة تحذير شديد للمنافقين إن استمروا في هذا الطريق، والمنافق إذا تاب توبة صادقة خالصة قبلت توبته كغيرها من الأعمال حتى الشرك، مع أنهم أشد من المشركين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا يبين خطورة هذا الأمر، يعني نفاق عبد الله بن أبي وكفره أشد من كفر أبي لهب وأبي جهل، فهو في الدرك الأسفل منه. لماذا؟ لأن أبا لهب عرف في الدنيا وتعمل معه على أنه مشرك، وأبو جهل قتل في الدنيا جزاء شركه، لكن هذا بقي إلى أن مات بسبب إظهاره للإسلام حماية فحمته من أن يعاقب، مع ما فعله من جرائم عظيمة لكنه كان يخفيها وإلا لعوقب. ومن أعظم حادثة الإفك كما تعلمون: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلذلك جزاءهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. يقول الإمام البخاري، روى الإمام البخاري أو أخرج الإمام البخاري تعليقا عن أن ابن أبي مليكة قال رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أذكر هذه المقدمة لأنني بعد قليل سأذكر تلك الصفات، وكل منا ينتبه لنفسه، لأن أخشى ما يخشاه الإنسان أن كأننا نتحدث عن آخرين وكأننا في أمان من النفاق، بينما ذكرت لكم ما قاله الإمام الحسن البصري عندما قال: لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. قال الحافظ بن حجر تعليقا على كلام ابن أبي مليكة رحمه الله: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعباد لها الأربعة، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، يسمون العباد لها الأربعة.
وأبو هريرة، فهؤلاء ممن سمع منهم ابن أبي مليكة، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع، أو فكان إجماع، فكأنه إجماع كما يقول ابن حجر. وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من النفاق أنهم وقعوا فيه، بل إن خوفهم رضي الله عنهم هو صريح الإيمان، وهو دليل على بعدهم عن النفاق، كما قال الحسن البصري: لا خاف إلا مؤمن. يقول ابن القيم رحمه الله: تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقه وجليله وتفاصيله وجماله، ساءت ظنونهم بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لحذيفة رضي الله تعالى عنه: يا حذيفة، نشدتك بالله، سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، أي من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. وحذيفة هو مستودع سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، لا يعرف أحدا. أسماء المنافقين ممن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى. وحذيفة هو المتخصص بأحاديث الفتن، فكما روى كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن أعظم الشر هي الفتن والمنافقون، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وأمره ألا يخبر بذلك أحدا لحكمة يعلمها الله. ومات حذيفة رضي الله عنه ولم يعلم أحدا بمن معه من قائمة المنافقين إلا عمر، حتى إنه كان إذا جاء بميت فعمر يلتفت في الصف، فإن وجد حذيفة صلى على الميت، وإن رأى حذيفة قد خرج قال: صلوا على صاحبكم، ثم خرج عمر. تصوروا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة في ذلك الوقت، ومع ذلك لا يقول هذا منافق، إنما ينظر إلى حذيفة، وحتى حذيفة لا يقول هذا منافق، وهو يعلم أنه منافق. حكمة عظيمة تفوت على بعض الناس الآن كما سأشير، فقط يخرج، وعمر إذا لاحظه خرج خرج، ثم صلوا عليه لأن ظاهره الإسلام. فأما قول النبي صلى الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، يعرف أسماءهم، ولذلك حذيفة لا يصلي عليهم، لأن القائمة السوداء الموجودة عنده بأسماء المنافقين نعلم أن هذا منافق، فلا يصلي عليه، لأن الله قال: ولا تصلي على أحد منهم مات. أما غيره لا يعلم. وعمر رضي الله عنه وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فقط يكتفي بالانسحاب. أقول هذا لماذا؟ وقعت أحداث وإن كانت يسيرة لكنها مهمة. أحيانا يموت شخص وهناك من يعرف أنه لا يصلي، لكن بقية الناس لا يعلمون، حتى أهله، فيأتي ويقول الناس: لا تصلوا عليه فإنه لا يصلي. وهذا لا ينبغي، يكفي هذا الشخص الذي يعلم أنه لا يصلي أن لا يصلي عليه، لأنه أولا ربما أنه يصلي في بيته، ربما أنه له ختم له بخاتمة لا نعلمها، وأيضا ما حدث من فتنة، وقد فعلا حدثت بفتنة في منطقة من المناطق، حدثني بذلك صاحبها، أي ممن شهدها، ووصلت إلى المحاكم، لأنه عندما يقال لشخص وقد جاء به أهله وأقاربه ليصلي، ثم يقول شخص: لا تصلوا عليه فإنه كذا وكذا، فتنة عظيمة جدا، يصلى عليه لأن ليس لنا إلا الظاهر، فلا ينبغي. أما الشخص الذي يعلم يقينا أنه لا يصلي، يعني ترك الصلاة بالكلية، فإنه في هذه الحال لا يصلي عليه، مع أنه تعرفون الصلاة
من تركها تهاونا وكسلا على قولين. الجمهور يقولون أنه لا يكفر تهاونا وكسلا إلا إذا جحد. القول الآخر وهو الراجح طبعا هو أن من ترك الصلاة بالكلية فقد كفر. إذن قد يكون كثير من صلى عليه يأخذون بقول الجمهور. الشاهد أن نتجنب مواضع الفتن، ولولا أن وقعت بعض الأحداث لما قلتها. والشريعة وضعت مخرجا لمن عنده إشكال، حتى أن الصلاة كما تعلمون ليست واجبة، بل لو صار عند الإنسان إشكال في أي ميت فمن حقه أن لا يصلي عليه. فأما قاتل نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أي أنه لا يصلى، لكن هذا للإمام، أما بقية الناس يصلون على قاتل نفسه. لكن الأمير إمام المسلمين الذي له قدوة يقتدي به الناس تأديبا لا يصلي عليه، والحديث في ذلك يطول والله أعلم. طيب، بعد هذه المقدمة ونحن سنبدأ الآن في ذكر بعض صفات المنافقين بما يتيسر من الوقت، كيف لنا بالأمان إذا كان لا يأمنه إلا منافق؟ إذا كان الصحابة أدرك منهم ابن أبي مالك هذا العدد الكبير وهم من خيار الصحابة وكلهم خيار يخافون النفاق، وعمر يخاف النفاق، كيف نأمن نحن بعد 13 أو 14 قرنا؟ المشكل أنه مع بعد الناس عن عهد النبوة كأن عندهم أمان من النفاق، بل ربما البعض لا يحدث نفسه في هذا الموضوع يوم من الأيام، أي لا يحاسب نفسه هل هو من المنافقين أو لا. لا يعني هذا الاتهام الذي يؤدي إلى السلبية، لكنه الذي يؤدي إلى الاتعاظ كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حقيقة القرآن لم يترك من شأن المنافقين شيئا، والله يا أحبتي تناول القرآن للمنافقين شيء عجب. تصوروا في سورة البقرة الحديث عن الكفار في آيتين، في أولها إن كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، والحديث عن المنافقين فقط في البقرة 13 آية. سورة براءة جلها في المنافقين، ولذلك تسمى سورة الكاشفة لأن كشفت المنافقين تماما بحركاتهم وسكناتهم وفضحتهم، وتسمى سورة العذاب لأن عذبت المنافقين، وتسمى سورة الفاضحة لأن فضحت المنافقين، وهي من آخر ما نزل من القرآن كما تعلمون. فهذه معاني عظيمة جدا في دلالاتها، وكثير من السور المدنية لا تخلو من ذكر المنافقين كسورة النساء، والأحزاب فيها ذكر عظيم جدا عظيم بالنسبة للمنافقين. وفي هذه السورة أيضا كما تعلمون متخصصة في المنافقين، سورة المنافقين وغيرها من السور. إذا كان يا أحبتي لا يأتي حرف في القرآن، حرف واحد إلا لمعنى عظيم، فكيف إذا كان جاءت آيات عظيمة في القرآن كلها عن المنافقين؟ ورد الحديث عن المنافقين في القرآن في 37 أو كلمة النفاق في القرآن 37 مرة في عدة سور مختلفة، بعضها أيضا تصريح باسم النفاق، وبعضها ومنهم 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 بدون أن يصرح باسم النفاق، كما في سورة البقرة التي تحدث في 13 آية ليس فيها تصريح. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، مع أنه يراد بها المنافقون ليس في اسم النفاق. إذن ورود النفاق بهذا العدد الهائل يدل على أنه شأنه خطير. ثم يقف الإنسان متعجبا، إذا كان في عهد النبوة الذي يتنزل فيه الوحي ومع ذلك كان شأن النفاق عظيما وكانت شوكتهم كبيرة وأثرهم في إحداث الفتن عظيما، فكيف في من بعدهم في زمننا الآن؟ نعطي مثال واحد فقط،
لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاء المشركين في أحد، يعني خارج المدينة عند جبل أحد، وتعلمون ما حدث من مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فرأى بعضهم أن يبقى في داخل المدينة ويقاتلونهم إذا جاءوا، وبعضهم رأى أن يخرجوا، ومنهم الشباب بس كانوا هم الأكثر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم. فلما انطلقوا قام عبد الله بن أبي، انظروا كيف الأثر، وقال يأخذ برأي الشباب ولا يأخذ برأينا. فرجع قبل وصول إلى أحد وانحزل معه، يعني تبعه ثلث الجيش. طبعا ثلث الجيش ليس كلهم منافقين، لا، لكن تأثروا لأنه كان سيدا في قوم عبد الله بن أبي، ولم تتضح، لأن في أول عهد النبوة لم يتضح نفاقه لكثير من الصحابة، والعصبية كانت، فهم بعضهم حديث عهد بإسلام، إذا كان أثر في ثلث الجيش وبعضهم أيضا من خيار الصحابة فما بالك في غيره. وكذلك في الأحزاب، وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذا كانت هذه الآثار الشديدة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، فكيف بوقتنا الآن؟ وليك تلحظون ماذا يفعلون في كثير من الدول، وخاصة مع إقبال الأمة وارتفاع شأن الجهاد والمجاهدين. وقل أن يمر يوم، إلى اليوم وأنا أتابع، إلا تجد مقالا لأمثال هؤلاء المنافقين للإيقاع بأهل الخير والطعن في استقامتهم والتزامهم. كل حدث يفسرونه أن وراءه من؟ أن وراءه أهل الصلاح والخير. فالشاهد إذن النفاق خطير، ونحن اليوم نعيش مثل هذا العصر. فلذلك جاء القرآن يركز على النفاق، فما النجاة؟ النجاة أدلكم على آية واحدة في سورة العنكبوت، آخر سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا صدق الإنسان مع الله وجاهد نفسه جهادا حقيقيا والتجأ إلى ربه ففروا إلى الله، نجاه الله جل وعلا، لأن الله قال والذين جاهدوا فينا، ولعل الواو هنا والقسم، أي والله من أنه من جاهد في سبيل الله لاهدينهم الله، تأكيد لاهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ويقول الشاعر فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. الآن أبدأ أقف مع بعض صفات المنافقين بعد هذه المقدمة، ويصعب حصر صفات المنافقين بعدد، كتب فيها من كتب، وإلى قبيل المغرب وأنا أكتب بعض الصفات التي ذكرت، مع أن كان هناك من جزاه الله خيرا من أعد لي كثيرا من الصفات كما في القرآن والسنة، لأن المنطلق في معرفة صفات المنافقين هو القرآن والسنة. فسأذكر ما يتيسر، ومرة أخرى أقول ليس على سبيل الحصر، أذكر كل صفة ودليلها من الكتاب والسنة باختصار. ومرة أخرى أشير إلى أنه لا يوجد في القرآن مع خطورتهم ومع أن الله يقول هم العدو فاحذرهم اسم منافق واحد. وجد اسم كافر واحد وهو عبد الله بن أبي، ولا حتى الكفار المعاصرين بالمناسبة لا يوجد في القرآن اسم كافر معاصر باسمه، أي معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا واحد وهو عبد الله بن أبي. بل حتى لا يوجد اسم مسلم مؤمن واحد باسمه صريح يمكن بصفته إلا واحد وهو زيد رضي الله تعالى عنه، كما في صحيح. ما في أسماء، هذا له دلالة. المنافقون مع شدة خطورتهم وعلى رأسه لا يوجد اسم منافق واحد، في سر عجيب. لماذا؟ لأن عمل المنافقين عمل قلبي، وعمل قلبي لا يعلمه إلا الله. فلو أنه سماهم بدأ الناس يتجرؤون على التسمية، ونحن لا نعلم صحيح وقت الوحي
يخبر الله جل وعلا عن المنافقين يخبر الرسول، لكن نحن من يخبرنا؟ ثانيا أن عندما تسمي منافقا قد يبدأ ويطالب، وقد وقع هذا، يقول أثبت أنني منافق، ثم تبقى القضية شائكة. ولهذا كان القرآن يصف لكنه في الوقت نفسه لا يسمي. نعم الصحابة يعلمون لما يقول والذي تولى كبره منهم، يعلمون أن المقصود هو عبد الله بن أبي، وأيضا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نزلت بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي، فهم يعلمونها لكن لم يقول ولا تصلي على عبد الله بن أبي، فهي أيضا أحكام تجري إلى اليوم. ثالثا شاهدتها بعيني، إذا كنا في مجلس وتعجل متعجل وقال فلان منافق ضج الناس اختلفوا، قال أبدا هذا يصلي، بعضهم يقول لا يصلي، ثم تحدث خلاف، بينما إذا ذكرت الصفات ما أحد يستطيع يقول، لأن الصفات غير لازمة، قد تنطبق على هذا الشخص وقد تنطبق على غيره، فأنت لم تحدد شخصا بعينه. ثانيا كما بينت أن أخوف ما يخافه المنافقون الصفات، لأنه لما إنسان يعطيكم مثال يعطي صفات سيئة، مثلا لو جاء شخص في مكان وقال هناك أشخاص موجودين الآن صفاتهم كذا وكذا وكذا، كم واحد يخاف أن يكون هو المقصود، لكن لما يقول في حديث الكلام يقول وأقصد فلان انتهت القضية، الذين كانوا يخوفون انتهوا. لا، فيجب أن نركز على الصفات، فهم يخافون خوفا شديدا، ولذلك كان الصحابة في آخر المطاف يطبقون الصفات فضعف أثر المنافقين، ضعف جدا في آخر، عالج القرآن حركة النفاق معالجة دقيقة بذكر الصفات. اليوم يجب نركز على الصفات، لأن صفات المنافقين في الماضي هي صفاتهم اليوم تماما بتمام، وأعمال القلوب إلى الله جل وعلا لا ندخل فيها، والنفاق كما قلت قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا، وفرق بينهما، حتى لو قلنا فلان منافق فما نقصد النفاق الاعتقادي، قد يكون النفاق العمل. الشاهد فهذه حكمة وقفت معها سنوات، لماذا القرآن لم يسمي منافق؟ من أجل هذا الأمر أو ما ظهر لي اليوم، إذا نستطيع أن نعالج، وإن شاء الله لعل هذا له عودة في آخر سورة المنافقين، نعالج حركة النفاق بالتركيز على صفات، يخافون يفزعهم الحقيقة أشد مما يفزعهم لو قيل فلان منافق، بل يصرفون الناس لو قيل فلان منافق بالجدل وأثبت ولا تثبت، لكن يقول صفاتهم كذا وكذا، حتى يصل إلى أن الأطفال يقولون في نفوسهم هذا منافق لشدة خطورتهم وعداوتهم لله ولرسوله. من تلك الصفات أيها الأخوة الكذب، ولك ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكذب ركن من أركان النفاق، الكفر ركن من أركان الكفر، وذكر رحمه الله أن الله إذا ذكر النفاق في القرآن ذكر معه الكذب، ولك أول السورة عندنا كما سيأتي والله يشهد إنهم أول آية لكاذبون، فلذلك يقول شيخ الإسلام لا يمر ذكر المنافقين إلا يثبت معه أنهم كاذبون. ففي سورة البقرة وفي غيرها من السور يركز على كذبهم، أما في براءة فالآيات كثيرة تركز على كذبهم ومخالفة أفعالهم لأقوالهم، ولكن يقول الله جل وعلا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الغدر، أنا الآن سأركز باختصار على هذه الصفات وأبدأ بنفسي، يخاف الله الإنسان، لأن بعض الصفات عندنا وقود قد تكون من النفاق العملي وليس الاعتقادي ما ننتبه لها. قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة كيف نعرف الكذابين؟
قال بمواعيدهم أي بإخلافها. اللهم سلم سلم. إذا كان الإمام أحمد يعتبر أن يعرف الكذاب والمنافق كذاب طبعا بخلافه الموعد، لو طبق الواحد هذا على نفسه كيف هو مع المواعيد؟ ولكن أثنى الله جل وعلا على أبينا إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث كذب، دليل على أن من أبرز صفاتهم الكذب، ثانيا الغدر، ويقول وإذا عاهد غدر، الفجور في الخصومة. فهذا معنى دقيق وخفي قل أن يسلم منه إلا من سمعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر. كيف يصير بين إنسان وشخص قضية فتجده حتى يغلب صاحبه يخرج عن موضوع القضية إلى موضوع آخر، فهذا فجور في الخصومة، يجب أن يقف الإنسان على حد الخصومة التي بينه وبينه. لكن لأنه قد يعجز بعض الناس عن أن يهزم صاحبه في هذا الموضوع أو يغلبه فينقله إلى موضوع آخر لا علاقة له فيه، فتقول إذا خاصم فجر، أي جاء بفجور ما كان ينبغي أن نذكره في هذا المقام. وهذا معنى قلت لكم دقيق، فقط سأنبه الموضوع، لا أقول يدخل في هذا تماما لكن تنبيه لأنه مهم. ما هو هذا الموضوع؟ يأتي إنسان لشخص ويقول إن فلان اختلف مع ابنتي وطلقها. كان ممكن يقتصر على سبب الطلاق، فيأتي ويستبيح عرضه ويذكر لمن يسأله وهو لا علاقة له أصلا في الموضوع حتى، ويذكر كل تاريخه مع ابنته مثلا، أو المرأة نفسها تفعل ذلك، أو الرجل قد يطلق امرأة فبدل أن يقول أني طلقتها لم أوفق أنا وإياها، وإن اضطر لمعرفة العيب كما لو جاءه رجل وقال أنا أريد أن أتزوجها فيذكر له سبب الطلاق فقط أو العيب الظاهر، لا، بعضهم يبدأ بعيوبها وربما عيوب أهلها والعكس، هذا نوع من الفجور في الخصومة، لأن إظهار أمور لا حق له أن نذكر فيها. وأعجبني أحد المشايخ لما سألته أن امرأة تريد الطلاق من زوجها قال لا تذكر عيوب مباشرة لأنه يصعب إثباتها، إنما من حقها أن تقول لا أريده، وهنا القاضي ينظر في الموضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الصحابية وطلبت الانفصال عن زوجها ما فصل، قالت إنني أكره الكفر بعد الإسلام أو في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال فطلقها. الشاهد الفجور في الخصومة دقيق للغاية، فأطلت الحديث عنه، فهو من أبرز صفات المنافقين. إخلاف الوعد، وإذا وعد أخلف، وهو إن كان في المناسبة من الكذب لكنه أيضا دقيق، وهو خلاف المواعيد كما قلت عن كلام الإمام أحمد. اللهم سواء موعد في إعطاء، سواء موعد في مواعيد التي بين الناس، يكفي أنه داخل في الوعد، وهو من الوفاء بالوعد من صفات المنافقين. فمن صفات الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، ومن المخالفة الوعد من صفات مخالفة الوعد من صفات المنافقين. أي وعد؟ كان أحد الأئمة يريد، جاء ليسمع من أحد المحدثين عنده حديث وهو جالس، قال الرجل ونادى بهيمة ليعطيها علفا فأعطاها، قال هذا الذي جاء إليه قال لو لم يعطها لم أنقل عنه حديثا لأنه يكون كذب، كذب على البهيمة وعدها، الله عنه. هناك من يكذب على أولاده، هناك من يكذب على زوجته، هناك زوجة تكذب على زوجها، هناك من يكذب على أبيه، نعم يعيدون ولا يفون. وهذا يريد مقياس هذا الرجل الذي يريد يقبل منه الحديث أو لا يقبل، هل يعطي البهيمة أو لا؟ لو ما أعطاها لما ناداها ما أخذ منه حديثا، لأنه يدخل تحت إذا وعد أخلف.
فهذا أو ناداها وكذب. كل هذه المعاني المرة الأخرى أركز اليوم لأننا نتحدث عن نخاف على أنفسنا من النفاق. الكسل في العبادة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وحتى إن بعض العلماء كشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إذا وجدت في نفسك كسلا عن العبادة أو في العبادة فاحذر أن تكون من المنافقين. هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين. وقال آخر من المشايخ إذا وجدت في نفسك كسلا عن العبادة فاحذر أن تكون من المنافقين الذين قال الله فيهم كره الله انبعاثهم فثبطهم. اللهم سلم سلم، يعني كره الله انبعاثهم للجهاد فثبطهم. فهذا كره الله أن يسلم على المسلمين لأنه ليس أهلا للصلاة فثبطه وتكاسل عن الصلاة. لكن كلمة الشيخ محمد إذا وجدت في نفسك، يقول الشيخ، حتى لو كانت نافلة كسلا فاحذر أن تكون من المنافقين، لأن الله قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يا أحبتي، هؤلاء قاموا وصلوا، لكن فقط أنهم مع صلاتهم كان فيه كسل، فما بالك بالذي ما صلى، الذي أخر الصلاة، كيف نصفه؟ هذه المعاني التي تحدث فيها علماء، وإن شاء الله في الأسبوع القادم وحتى أن تيسر اليوم سأقف مع مثل هذه الأقوال من نور لعلماء الأمة حول النفاق والمنافقين. أيضا من صفات المنافقين قلة ذكر الله جل وعلا. والله يا أحبتي هذه الصفة مخيفة. لماذا مخيفة؟ ما ذكر الله جل وعلا أي صفة قالوا من صفات العبادات بالكثرة إلا الذكر، وإلا فهو يصف بالحسن، يوصف العبادة بالحسن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر إلا الذكر. الذاكرون الله كثيرا، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أذكر الله لقل أن يأتي الذكر إلا يوصف به. وصف المنافقين بعكس ذلك، لا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا كما في سورة النساء. الواحد منا يخاف، هل يذكر الله كثيرا؟ أدركت أناسا قبل 40 سنة يذكرون الله عشرات الآلاف باليوم، حتى رأيت وهم يذكرون الله وهم نائمون، حتى إذا سلم عليك وحتى ترد عليه السلام تجد يذكر الله جل وعلا وهو عامي. فالذكر هو الموصوف بالقرآن بالكثرة أو القلة. من صفات المنافقين ما قال لا يذكرون الله، انظروا العدل، لا يذكرون الله لكنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيخاف الإنسان أن يكون من هؤلاء. فلماذا؟ لأن معنى دليل على موت قلوبهم أو ضعفها. أيضا نقر الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرجل أو وصفت له من يؤخر الصلاة قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق 3 مرات. يرقب الشمس حتى تدنو من الغروب، وفي لفظ حتى تصفر، يعني أقدم الصفرار قبل الدنو من الغروب، ثم يقوم فينقر 4 ركعات ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. أيضا فعلا والله ترى بعض الناس أنني أتعجب من صلاتهم، ما تستطيع تقرأ الاستفتاح له ركعة، كيف صلى؟ وأحيانا بعض الناس هداهم الله، هداهم الله، يؤمون الناس خاصة في الطرقات أو في المطار ويعجز الناس عن اللحاق بهم. وسألني أكثر من شخص هل يجوز أن أنفصل عنه؟ انفصل عنه، نعم انفصل عنه، لا تستطيع أن تلحقه، ينقرها. ما قال هذا الذي يصلي لكنه ينقرها، ذلك المنافق 3 مرات، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. الصلاة لما جاء أحد الصحابة وقد صلى لكن استعجل فيها، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع وصلى، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله يا نبي الله والله لا أحسن غيرها فعلمني، بعد أن كرر أكثر من مرة. فبينهم صلى الله عليه وسلم كيف يصلي مطمئنا. بعض الناس لا تعلم، حتى من أخطاء
البعض هداهم الله، وهم إذا قام من الركوع مباشرة لا يستطيع، وهذا خطأ وخلل في الصلاة. والقيام من الركوع وقول ربنا لك الحمد ركن، أقصد القيام من الركوع، ولا ربنا لك الحمد واجب. الشاهد نقرأ الصلاة يتأنى الإنسان يطمئن. من صفات المنافقين هو نقر الصلاة، أيضا من صفات المنافقين لمز المتطوعين من المؤمنين والصالحين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. أما اليوم فحدث لا حرج في الصحف والإعلام بلمز المتطوعين. والله يا أحبتي، والله قرأت بخط يدي شخص مع كل أسف له شأن، يقول رأيتم هؤلاء اللي يجلسون عند الإشارات في رمضان يعطون الناس فطور حتى لا يستعجلوا بسياراتهم، تعرفون مشكلة السرعة قبل الإفطار بخمس عشر دقائق سرعة مخيفة، فهؤلاء يجلسون يقولون تفضل فطور في كيس يسير معه ماء ومعه تمرات، يعني تفطر قبل أن تفطر. تدرون ماذا كتب هذا الرجل مع كل أسف؟ قال هؤلاء لهم أهداف سياسية، ما يمكن كل الله وقفوا عند الإشارات. رأيتم أطفال، هو يقول هؤلاء الأطفال لهم أهداف سياسية، أو هناك من ورائهم من له أهداف سياسية. ما سلمنا إن أحسننا إلى الناس قالوا لكم أهداف سياسية. فهم يلمزون المتطوعين من المصدق والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. هذه من صفاتهم. أيضا الاستهزاء بالقرآن والسنة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بالمناسبة هؤلاء لم يصرحوا بالاستهزاء بالله ولا برسوله ولا بالقرآن، إنما استهزأوا بالصحابة، فجعل الله جل وعلا استهزاء بالصحابة استهزاء بالله ورسوله، قل أبالله ورسوله وآيات استهزاء بها وكفرهم. كم الآذن يستهزئون بالمتطوعين؟ هذا يستهزأ به لأنه يعفي لحيته، هذا يستهزأ به لأنه يقصر ثوبه، هذا يستهزأ به لأنه يحب المجاهدين الصادقين، هذا وهلما جرى استهزاء وسخرية. حتى تعرفون برامج تبث في رمضان استهزاء، تذكرون قبل سنوات أحد هذه التمثيليات، وتعرفون أن من الهيئات شروط الحمد لله الموجودة إن المرأة لا تخلو بدون رجل، فامرأة أو تريد أن تذهب لمطعم مع أخت لها أو بناتها وأظهروا والدهم كأنه وهو خفيف عقليا هكذا في التمثيلية طبعا، يروح معهم حتى بس كأنه معهم محرم وهو مجنون، هذا سخرية طبعا، هذه سخرية بالأمر وسخرية بهذا الرجل وسخرية بالأمر المعروف والسخرية بالقضاة، أصبح ميدان لإضحاك الناس. قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، هذا اللي يقول هذه الرسائل لنا قبل أن تكون للمنافقين. يخرجون من الصلاة مسرعين ثم يقول يضحك هذا الصحابي الذي فقط تبسم، صحابي جليل ليس منهم، فقط لما قالوا ما رأينا كقرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة بس تبسم، فيقول الله جل وعلا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لولا أنه جاء واعتذر مجرد تبسم، كيف يجلسون عند هذه التمثيلات السخرية واستهزاء بالصالحين بالدعاة ثم يقول فلان شفت كيف؟ ما تصوروا أنهم وقعوا في النفاق وربما خطر على عقيدتهم، لأن الاستهزاء مو لفلان، استهزاء لالتزامه بالإسلام، لالتزامه بالسنة. وهذا موجود وشائع من سنوات في صحفنا وإعلامنا وكثير من صحفنا موجود في القنوات التلفزيونية وغير، وأشد ما يكون في رمضان. هذه من سمات المنافقين الخطيرة. أيضا الحلف الكاذب، اتخذوا أيمانهم جنة كما سيأتي في سورة المنافقين، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، ولذلك قال العلماء يحذرون من إكثار الحلف، الإكثار من الحلف حتى لو كنت صادقا. ذكر بعض العلماء ولعله ابن القيم أن حلف النبي صلى الله عليه وسلم كله لم يزد عن 80 يمينا في كل حياته، في كل حياته 23 سنة. بعض الناس يحلف في الجلسة الواحدة سمعته أكثر من 20 يمين في الجلسة الواحدة،
وذلك العلماء ولا تطع كل حلاف مهين. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الذي ينفق سلعته بالحلف، كل ما جاء يبيع يحلف. انظرهم في الأسواق، هذا فيه تهديد وعيد، فلا نكثر من الحلف لأنك تحلف بعظيم، ولا ينبغي الإكثار من الحلف، والحلف له ظروفه وأسبابه ودواعيه. فمن صفات المنافقين الإكثار من الحلف وهو حلف أيضا كاذب. أيضا الإنفاق كرها كما بين رضي الله عنه، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لاحظ ما قال لا ينفقون، ينفقون لكن كارهون، ثقيل عليهم. هناك من يخرج الزكاة لكن ثقيل عليه، يعتبرها جباية، يعتبرها ضريبة، يعتبرها ثقل. من صفات المنافقين التخذيل عن الجهاد وعن عمل الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر. تجده يأتي لشخص داعية أو يأمر المعروف يقول ما أنت ملزوم، يقول الله جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم، وقد هنا للتحقيق يعلم الله المعوقين منكم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، إرجاف. أيضا مرجفون، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. أيضا اعتراضهم على القدر وإثارة الشبه، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أيضا مر معنا لكن تأكيد الوقوع في أعراض الصالحين، يقول جل وعلا سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أعجبني جواب لأحد كبار علمائنا وقد سئل عن أناس لا أقول من المنافقين ولكن أقول أخطأوا الطريق، يقعون في أعراض العلماء والدعاة كثيرا باسم الجرح والتعديل، بدعوى الجرح والتعديل. فسئل أحد كبار علمائنا وهو من المجمع عليه حتى عند هؤلاء لمكانتي ومنزلتي وعلمي وفضله ولا أزكي على الله، عن هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء والدعاة باسم الجرح والتعديل، قال هذه غيبة ونميمة وليست جرحا ولا تعديل. نعم، غيبة ونميمة ليست جرح ولا تعديل. وأيضا قال أحد المشايخ قال هؤلاء لا يعرفون إلا الجرح ولا يعرفون التعديل، وكل هذا أيضا منشور. نسأل الله أن يهديهم ويردهم للحق. التخلف عن صلاة الجماعة، يقول عبد الله بن مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولذلك في الحديث الصحيح لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ولولا فيها ما فيها من الذرية والنساء لفعل. الحديث الذي يقول إن صلاة الجماعة سنة، ماذا يقول عن هذا الحديث العظيم الصحيح؟ وكذلك كلام ابن مسعود وهو أيضا صحيح، ولقد رأيتنا أي الصحابة وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. مجرد الأمر عظيم جدا، فلننتبه لأنفسنا. الإفساد في الأرض بزعم الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا كثير معكم الآن يقدمون مشاريع في عدد من الدول الإسلامية وغيرها باسم الإصلاح وهم المفسدون. فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، ويقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر، موسى عليه السلام يظهر في الأرض الفساد وفرعون يصلح؟ هكذا منطقهم، لأن ما يمكن أن يقول نحن نريد الإفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، رد الله عليهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يفسدون. أمر عظيم جدا، فهم يقدمون مشاريع مثل الإصلاح والتطور وإلى آخره. وإذا قدم غيرهم مشاريع الإصلاح اتهموهم بأن لهم أهداف وأنهم وكأنهم هم براء من الأهداف السيئة، وإلا
الدعاة فأهدافهم طيب. أيضا من صفاتهم مخالفة الظاهر للباطن، وهذا كل النفاق تدور على هذا الأمر كما في هذه الآية، التخوف من الحوادث وغيرها يحسبون كل صيحة عليهم، الاعتذار كذبا، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذا دأبهم حتى اليوم. نعم فعلا يأمرون بالمنكر ومع ذلك ينهون عن المعروف، وهذا شائع وكثير الآن. قبض الأيدي شحا أشحة عليكم ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، نسيان الله ونعوذ بالله من ذلك، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، التكذيب بوعد الله ورسوله، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن، يهتم بظهار صلاته، يراؤون الناس في صلاتهم لكن الباطن الله أعلم به، ولذلك يقول الله جل وعلا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، التفاسح والتشدق بالباطل وإن يقولوا تسمع لقولهم، عدم العلم أو الفقه في الدين ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يعلمون، الاستخفاء من الناس ومبارزة الله بالذنوب والعياذ بالله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا أرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، الفرح بمصاب المسلمين والحزن لأفراحهم، وإن تصبك حسنة تسعهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا وهم فرحون، انظروا الآن بس خلال أمس الذين حزنوا وتباكوا على هزيمة المجرمين في تركيا، نحن لا نقول هذا تزكية للذين فازوا فعليهم ملاحظات، لكن المقابل لهم من هم؟ حزب شيوعي، أحزاب شيوعية وأحزاب وثنية، ومع ذلك صحيفة أنف تكتب بالخط العريض الأتراك اليوم يختارون بين حزب العدالة وبين الاستقرار، هكذا هكذا بين حزب العدالة والتنمية وحزب والاستقرار، يعني اللي يريد الاستقرار لا ينتخب هؤلاء، والحمد لله ما جاء الليل إلا وقد فاز أولئك، والمسألة مصالح وموازنات، وقد فرح المؤمنون بنصر الروم وهم كفار، لكن على من؟ على الفرس، على المجوس، لأن هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء وثنيون، أفلا نفرح بفوز مسلمين يريدون الإصلاح وإن كان عليهم ملحوظات وقضايا رئيسة، لكن أولئك المقابل لهم من؟ هذه الأحزاب الشيوعية والمجرمة واللي عرفت في تاريخها الأسود، انظرهم الآن يتباكون إلى اليوم في المواقع وفي وأسر، فهم يحزنون إذا فرح المسلمون ويفرحون إذا حزن المسلمون، هذه قاعدة مضطردة موجودة إلى اليوم بتاريخه. أيضا عدم محبة الصحابة، لا يحبون الصحابة، ولذلك يدخل كثير من الرافضة في النفاق، في الحديث الصحيح في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، هل الرافضة يحبون الأنصار؟ كلا، ما يحبون الصحابة جميعا إلا 13 يدعون حبها وكذبوا، لو كانوا صادقين في حبهم لأحبوا بقية الصحابة، فهم يدعون حب علي رضي الله عنه هو الذي زوج عمر رضي الله تعالى عنه، فأبغض من يبغضون هو عمر رضي الله تعالى عنه، بل قال علي رضي الله تعالى عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، والله إننا نحب علي رضي الله تعالى عنه ونحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونلقى الله بذلك، لكن الذين يبغضون الصحابة فهم منافقون بنصوص الحديث التي أمامنا في مسلم، وأيضا إذا أتمن خان، وعن أبي هريرة آية المنافق ثلاث ومنها وإذا أتمن خان المسارعة لأعداء الله، وهذا انظر الآن علاقتهم بأمريكا بروسيا، حتى يصرح أحد أبناء هذه البلاد وهو يقيم في بلد آخر أنه يثق بروسيا
وببشار الأسد أكثر مما يثق بالمجاهدين. ويعاتب الدولة هنا لماذا عادت الشيوعية كذا، يقول أضعنا فرص عظيمة في معاداتنا للشيوعية. هذا مكتوب بلسانه ورد عليه أحد الدعاة جزاه الله خير وبين منشور كل هذا الأمر. يقول الله جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أيضا موالاة الكفار، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، سماهم إخوانا، الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هذا دأبهم الآن، علاقات بالسفارات الغربية، مؤامرات يدلونهم على عورات المسلمين وعلى أخطاء المسلمين ويسلطونهم علينا، وهم من أبناء جلدتنا يتكلمون بلغتنا. هؤلاء هم المنافقون. من هم المنافقون إن لم يكن هؤلاء منافقون؟ إرادة الفتنة وبعث الفتنة بين المسلمين. المسلمون يعيشون بأمن واستقرار وراحة، فهم الذين يثيرون الفتن، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، لقد ابتغوا الفتنة من قبل. فهم من صفاتهم ابتغاء الفتنة وإثارة الفتنة والإخلال بالأمن، كما تجدون في بلادنا وغيرها يدخلون في هذا الأمر. نسأل الله: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. هم يدعون أنهم لا يريدون الفتنة، يخافون من الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. يقول الله جل وعلا: عدم تدبر القرآن. اللهم سلم سلم، أفلا يتدبرون القرآن؟ من هؤلاء المنافقون؟ أم على قلوب أقفالها؟ ولكن صفاتهم أن قلوبهم مقفلة. يا أحبتي، نقرأ القرآن نحن. ولم يقل الله جل وعلا عن المنافق أنهم لا يقرؤون القرآن، بل ثبت في الحديث الصحيح: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له قراءة القرآن، لكن نفى الله عنهم التدبر، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجعل من صفات المنافقين عدم تدبر القرآن وليس عدم قراءة القرآن. فقلوبهم مقفلة،